موضوع ثاني، على شو مش تحكي محمد؟ مش نحكي على ديون شركة نقل تونس اللي هي 1880 مليار. الجمعة اللي فاتت يعني بشرتنا فدوى بديون سكاك الحديدي 1000 مليار. والجمعة هذه شركة نقل تونس معناها الكيران الكار الصفراء والمترو 1800 مليون دينار، شكون باش يخلصهم هذا؟ تو انت تبشر فينا كل جمعة، احنا مثلا نشأت مش يسبق لهم السادة المواطنين لا يستنى بالساعة وساعتين وثلاثة يستنى الكار ولا يستنى أو مترو واحد آخر يعني خالط. وهو مترو يمشي على سكة واحدة. هل تنجم الشركة هي تعاون روحها ولا تستنى في العينة من عند طرف آخر؟ تواني كي نشوف شركة نقل تونس المقر نتاعها المقر الاجتماعي في مون بليزي على حسب علمي كيرينو. عرفتك الكلمة المصرية أقرع ونزهي. تو أنت غارق في الديو. كاري مقر متاعك غادي لويه والحال اللي عندهم بنية تعشق تعمل 66 كيف في التجاية صحيح سمعت يحبوا يردوها متحف متحف ايه متحف ايش هما الكيران اللي عندك هما متحف كلهم خرد هما تحف يعني احنا توا سامحني عريان وفي صبع وخاتم انت ما عندكش كار تركب الناس وتعمل والمقر اللي في تجاية مسكر ومقر هيل راهو عندك انت الدبو متاع البكري هي مو المقر الاجتماعي يكون غادي البي دي جي يرى الكيران نتاعو ويرى خدامته ويرى الورشه نتاع التصليح والصيانه شو هو في بلاصه والورشات في بلاصه بعيد البكري خويا هو بعيد بعيد علاش لان احنا قريب نمشيو نعملوا الفيزيت تكنيك يبعد كان عليهم هما عندهم في الشرقيه زوز مستودعات وعندهم في باب سعدون مستودع هكتارات يبيع كيما سكيك الحديديه عندها فوق ال 10 هكتارات سيدي فتح الله فتح الله ايه فاش تعمل انت اش تصنع غادي تصنع في الترينوات صحيح بيع العقار اللي عندك هاو يجيبوا لك هذوما الاف المليارات صحيح بيع خلص السي ان اس اس نتاعك جيب الكيران قدم جدد هاني جاي الموضوع ووفر احنا تو الرئيس قال قضيتي هي زويوله باش معطينا الفعل كي تتعدى الخمسه نتاع العشيه وترى الناس كيفاش مطيشه في المحطات وصبيح. تفهم معاناة معاناة تو الصباح يدبر راسه اما واحد مروح عقب نهار وقتاش يوصل داره وجاي رمضان وجاي رمضان انا مش تولي هذيك معاناة زرقاء الخبير اللي قالته فدوى انه باش ياخذوا 300 حافلة 300 حافلة قديم وعملتها قبل وجيه الزيدي كاتب عام جماعة النقل قال لهنا قال اللي الاسطول نتاع شركه نقل تونس 280 كار انا حسب المعطيات اللي عندي جل هال 280 هما كله جابوهم مقدم الخضر الخضر اي ما عادش راهم صفر برشا اي جلهم هذيك باهي انت المرفق هذايا العام اللي هو انك تهز الناس تهز المواطنين تامن التنقل نتاعهم الدوله عندها شركات النقل نتاعها العموميه واعطات لزمات للخواص اربع شركات اي تفضل عاوني في المرفق العمومي مش تركب 2000 كار احنا راهو اي مش تركب الناس بتعريفه معقوله صحيح الناس هذوما اربع شركات استثمروا 70 مليار هزوا 30 مليون مسافر في العام خلقوا 1500 موطن شغل عندهم اسطول حافلات 350 كار هذايا المعطيات كلها حد 2010 2011 من 2012 بدات الشوت ليبر السقوط الحر في الاثناء الدوله جات عملت التاكسي الجماعي ملك الطريق هذاك على التروتوار في الانتردي ويدخل المحطه نتاع الكار ايه نتاع المترو زاد مش حتى الكار يدخل وين ما يحب واحد ضربي ما دخلش لدارك يعمل كل شيء الشركات هذوما تو الدوله قالت لهم اخدموا واستثمروا اعطاتهم 35 خط على قرابة ال 200 يظل 289 خط في تونس الكبرى يخدموا كان على 35 خط فيهم يحياوا وفيهم يموتوا ممنوع عليك تزيد به قال احنا اتمنى توا يعني بعد الثورة امورنا تعب هاك رخصت لشركة نقل تونس تجيب الكيران القدم رخصنا اللي نحن من 2015 تم موعدهم قالوا باهي تو نعطيكم انتم زاد اجيبوا لليوم وزير النقل قداش عنده توا في الحكومة عامين محسوب عنده عامين يعرفش واحد من الشركات الخاص اش معناها بالوجه قابلش حد منهم اجتمعش بيه رئيسة الحكومة مو عندها ملف متاع الشركات هذه اللي تعاون في الدولة على هم الزمان قبلتش حد منهم قبلتش ممثلي الغرفة النقابية متاعهم هاني خليتهم غارقين البعض فالس البعض في التسوية القضائية الاخر يعاني هي
والمواطن في الأثناء هو اللي خلص. أنت توا تونسي الكبرى قداش تحتاج منكار؟ ما هو حفظ كرامة التونسي كي يخرج من داره يلقى فاش يتنقل. هك وحدك أنت قلت 2000 كار. الكار تهز وقولوا 70 ركب. كل كار تعمل في النهار 10 فياجات 10 رحلات. هيك توفرهم ال 2000 هذا شو الصعيب؟ تقول لي بين خاص وعام. إيه بين خاص وعام مش أيوة. مهم أيوة. المهم تأمن المرفق العمومي هذا كلهم توانسة. هالكار القديمة أنا مش نجيبوها هذه تقول لي ما ملوثة البيئة تو احنا نختاروا احنا مشكلتنا البيئة على أساس احنا الشعب السويدي ولا مشكلتنا تأمين تنقل الناس؟ هاو عندك الزبلة في صفاقس فوق العام وقت لاش حل وقت اللي كحل مؤقت تسمح لهم باش يجيبوا الكيران القديمة كار يجيب 10,000 أورو ولا 15,000 أورو والكيران الجديدة غالية. نعم نقولوا احنا خلال 5 سنين نحسنوا وضعية الأسطول ومن بعد انت تولي تفرض انه ما تشري كان حافلة جديدة وتعطي مش تمنع تقولوا ما تجيبش لا نعمل طلب عروض اخويا نجيب من برا ومن داخل.